بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى المجتبى محمد بن عبد الله. ثم أما بعد، الآن يا أخواننا المحترمين، أنا لما بدي أعمل ريبليكيشن أور دوبليكيشن أور عملية الريبليكيشن للدي إن إيه، تمام؟ أول خطوة، هلقيت أنا الدي إن إيه مشربك، هو عبارة عن دبل هيليكس ستراند، تمام؟ مشربك حول بعضه البعض. فانا يا اخواننا بدي افك هذه الدبل ستراند، اوكي؟ فانا قبل ما اعمل عملية الريبليكيشن لازم افك الستراند عن بعضه البعض. فحيجي انظام يا اخواننا، هلقيتي انا هاي ايش الدبل ستراند، طبعا هذه ما كانتش كده، صح؟ الان يا اخواننا المحترمين، هالحين هاي في الاول ما كانتش كده، صح؟ ها كيف كانت؟ شايفين كيف كانت الدبل ستراند؟ شايفين كيف كانت الدبل ستراند ملتفة حول بعضها البعض؟ الان انا هذا الالتفاف اللي هو عامل زي هيك، تمام؟ وهذه زي هيك، هجيت هذا الالتفاف يا اخوانا بدي اخليه تو ستراند قبال بعض متصلين بهيدروجين بوند. فانا من هنا الالتفاف ومن هنا الالتفاف وهذا الالتفاف وهذا الالتفاف بدي افكه، هاي اول اشي، تمام؟ تاني اشي يا اخواننا، بتتحول الدبل ستراند الى هذا الشكل، تمام؟ تالت اشي يا اخواننا، انا في النص في هيدروجين بوند، هذا النص في هيدروجين بوند، فانا بدي اكسر الهيدروجين بوند فيعطيني ايش؟ يعطيني بابل، يعطيني شكل هذا الشكل. الان لما انا يكون عندي هذا الشكل بقدر ساعتها مثلا لو هنا في جي اي سي اي تي تي، بقدر مثلا الجي احط سي والاي احط لها تي والسي جي والاي تي والتي اي والتي اي، تمام؟ اذا بقدر اعمل عمليه ريبليكيشن، بس متى؟ لما انا يا اخواننا فكيت وكسرت الهيدروجين بوند. واحنا اخذنا تكسير الهيدروجين بوند بنسميها عمليه دي ناتوريشن. فانا حيجيني انزيم ويعطيني الشكل البابل هذا، شكل ايش؟ البابل هذا. الان يا اخواننا المحترمين، الدي ان اي كبير، صح ولا لا؟ فالدي ان اي يا اخواننا المحترمين كتير، فانا لازم يكون عندي عديد من البابل، عديد من ايش؟ عديد من البابل، وكل بابل بسميها origin of replication، يعني مكان اللي راح يصير فيه له ايش يا اخواننا؟ الريبليكيشن، اوكي؟ تمام. الان يا اخواننا المحترمين، لكن في السيركيولار دي ان اي اللي في البكتيريا في البروكاريوت، one origin of replication، اوكي؟ الان يا اخواننا المحترمين، شايفين هذا الاوريجين اوف ريبليكيشن؟ هلقيت هذا الجزء، شايفين اللي انا علمت عليه بسموه فورك، وهذا الجزء اللي انا علمت عليه بس هذا الجزء بسموه فورك. فالبابل هاي شايفين كيف يا اخواننا الفورك؟ الفورك يعني زي الشوكه، بسموه فورك ريبليكيشن فورك اللي هو الشوكه، تمام؟ الان هلقيت هاي فورك وكمان هاي فورك وهاي كمان فورك، فراح يعطوني شكل ايش؟ البابل، شكل البابل. اذا يا اخواننا البابل مكون من تو فورك، تمام؟ هلقيت مثلا الان يا اخواننا المحترمين، انا ما بعرف كيف بدي اوضح لكم ايش يعني فورك، لكن هذه بسموها في الملك كانها شوكه، كانها ايش؟ فورك. فاذا البابل مكون من تو فورك، هاي وان فورك وهاي سكند فورك، اذا البابل مكونه من تو فورك. الان يا اخواننا المحترمين، انا بعد ما فصلت السلسلتين عن بعضهما البعض ممكن يرجعوا يلتحموا مع بعضهم البعض؟ ممكن. فأنا عشان أمنع يعني التحامهم عن بعضهم البعض، بعد ما أفصلهم بدي أربطهم ببروتين، بدي أربطهم إيش؟ ببروتين. هذا البروتين بيسموه single strand binding protein. وإحنا قلنا الـ DNA لما ينفصل عن بعضه البعض ولما يكون مفرفط
ها مفرفط بيقدر النيوكلياز يقصه. احنا عارفين الذئب لما غنم تشرد عن القطيع بيقدر الذئب ياكل هذه الغنمه، وبالتالي لما انا افرفط الدي ان اي بيقدر النيوكلياز يقص ايش الدي ان اي. اوكي تمام. الان يا اخواننا المحترمين اللي راح يعمل عمليه اضافه النيوكليوتيد المتمم، اضافه النيوكليوتايد المتمم اللي هو مين؟ اللي هو الدي ان اي بوليميريز. لكن يا اخواننا المحترمين انا في عندي انواع عديده من الدي ان اي بوليميريز. في يا اخواننا في البروكاريوت بسمي دي ان اي بوليميريز 3، بوليميريز 1، بوليميريز 2. الان يا اخواننا المحترمين البوليميريز 3 هو المسؤول على عملية الريبليكيشن، هو المسؤول على عملية ماذا؟ الريبليكيشن. الآن يا أخواننا المحترمين بقول لك البوليميريز 3 أنا ما بقدر أعمل عملية النسخ من البداية، ها بتقول له إيش بدك؟ أو آسف عملية الريبليكيشن من البداية، ها بتقول له إيش بدك؟ بقول لك بدي آر إن إي برايمر. ايش بدي؟ بدي ار ان اي برايمر. مثلا يا اخواننا نشبه لكم اياها كيف. الان بيجي الدي ان اي بوليميريز بده ينسخ كده، بده ينسخ كده، فبيقول لي انا ما بقدر اعمل نسخ دغري. بقول لي ها ايش بدك؟ بيقول لي انا بدي ار ان اي برايمر، بدي ار ان اي ايش برايمر. اذا لازم يكون موجود RNA برايمر. هتقول طب مين اللي بدي يسوي RNA برايمر؟ انزيم اسمه RNA برايميز. يعني مثلا يا اخواننا المحترمين انا هاي السلسلة الاصلية، اوكي، وانا هالحين بدي اقول للدي ان اي بوليميريز يلا انسخ يلا سوي شغلك. بقول لك لا يا حبيبي انا لازم يكون عندي RNA برايمر اللي راح يسويه ار ان اي برايميز. فانا بيجي البرايميز بكون ايش؟ البرايمر ار ان اي برايمر. الان يا اخواننا المحترمين طبعا عمليه الريبليكيشن تحدث من 5 برايم تو 3 برايم تو ايش؟ 3 برايم. انا عارف في التري برايم يحتوي على او اتشز، التري برايم تحتوي على ايش؟ او اتشز. تمام. فبيجي الدي ان اي بوليميريز، بيجي الدي ان اي بوليميريز بده يضيف النيوكليوتايد، بده يضيف ايش؟ النيوكليوتايد. الان يا اخواننا النيوكليوتايد في الفايف برايم تبعتها، في الفايف برايم تبعتها تحتوي على 3 مجموعات فوسفيت. اعيد، انا قال لي الدي ان اي بوليميريز ما بقدر اعمل عملية النسخ او عملية الريبليكيشن الا، انا دائما بتلخبط النسخ، لا ما تقول النسخ، النسخ اسمها ترانسكريبشن، لكن احنا في عملية الريبليكيشن يعني عملية التضاعف، فطولت وانا في المحاضرة بقول النسخ، لا هي ريبليكيشن يعني عملية التضاعف. تمام، بس هو زلة لسان زي ما بيقولوها. الان عملية الريبليكيشن تحدث من 5 برايم تو 3 برايم. اوكي. الان فانا البرايمر يحتوي على 3 اند، هذا ال 3 اند تحتوي على او اتشز. الان انا الدي ان اي بوليميريز راح يضل يضيف نيوكليوتايد 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 نيوكليوتايد. فانا كيف بدي يضيف اول نيوكليوتايد؟ النيوكليوتايد تحتوي على 5 برايم 3 فوسفيت، يعني في الفايف برايم يعني الكربون الخامسة من الشوغر من الديوكسي ريبوز يحتوي على 3 فوسفيت. اوكي، التري فوسفيت هذه يا اخواننا هلقيت انا ايش المعادلة بيقول لي؟ بيقول لي عندي 3 مجموعات ايش؟ فوسفيت. تمام، عندي 3 مجموعات فوسفيت مع الاو اتش اللي عندي، مع الاو اتش بدي اكون فوسفو داي ايستر بوند. لكن عشان انت تكون فوسفو داي ايستر بوند لازم بدك طاقة، بدك ايش؟ طاقة، تحتاج الى طاقة. طب انت عندك 3 مجموعات فوسفيت، ايش بتقول لي؟ بيقول لي اعمل كسر لمجموعتي فوسفيت.
اعمل كسر لمجموعتي فوسفيت وطلعهم as بايروفوسفيت. يا اخوانا لما انت تعمل كسر لمجموعتي فوسفيت فانت راح تحصل على طاقة عالية جدا 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 جدا. هذه الطاقة العالية هي التي تمكنك من تكوين الرابطة الفوسفو داي ايستر بوند بين الاو اتشز ومجموعة الفوسفيت من النيوكليوتيدا. نيجي نشوف كيف. الان يا اخواننا هاي البرايمر، هاي ايش البرايمر؟ اوكي اوكي. قلنا البرايمر يا اخواننا المحترمين يحتوي على ماذا؟ يحتوي على او اتش. يحتوي على ايش؟ او اتش. اين البرايمر يحتوي على او اتش؟ في ذرة الكربون الثالثة. هاي ذرة الكربون الاولى وهي ذرة الكربون الثانية وهي ذرة الكربون الثالثة. ففي ذرة الكربون الثالثة انا عندي او اتشز، اوكي، وانا هذه النيوكليوتيدا اللي انا بدي اضيفها بواسطة الدي ان اي. طبعا انا هنا عندي الدي ان اي تيمبلت ستراند، فانا بدي اضيف عليه بواسطة الدي ان اي بوليميريز. الان يا اخواننا المحترمين انا ايش قلت لكم؟ انه هاي البرايمر يحتوي على او اتشز، اوكي اوكي، وهي انا النيوكليوتيدا اللي بدي اضيفها في الفايف، في الفايف برايم تبعت النيوكليوتيدا، يعني الكربون الخامسه، هاي الكربون الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، في الكربون الخامسه اللي انا بدي اضيفها ثلاث مجموعات فوسفيت، هاي المجموعه الاولى وهي المجموعه الثانيه وهي المجموعه ايش؟ الثالثه، ثلاث مجموعات فوسفيت. الان يا اخواننا المحترمين انا بدي اكون بين الاو اتشز و الفوسفيت فوسفو داي ايستر بوند، وعشان هذه الرابطه تتكون تحتاج الى طاقه عاليه جدا. من وين انا بدي استمد هذه الطاقه؟ عن طريق انه بدي اكسر هذه الفوسفيت جروب وهذه الفوسفيت جروب، فكسر هدول الفوسفيت جروب ينتج عنها طاقه عاليه جدا. غير كده لما انا بدي اكسر تو فوسفيت جروب بدي الحم الاو اتشز هذه بالفوسفيت جروب هذه، بدي الحمهن. طبعا لما بدي الحمهن بس بدك تفقد الاتش وخلص، لما بدك تلحم بس افقد الاتش. فانا هاي الاو لحمتها مع مين؟ مع الفوسفيت جروب هذه، مع الفوسفيت جروب هذه. فانت لما لحمت كونت ايش؟ هاي ايستر بوند وهي ايستر بوند، فصار داي ايستر بوند فاسمها فوسفو داي ايستر بوند. طب انا كسرت تو فوسفيت جروب، تو فوسفيت جروب يعني فوسفيت واحد وفوسفيت كمان واحد، اجمعهم مع بعض بيعطوني باي ريدوكسال فوسفيت، بيعطوني باي ريدوكسال فوسفيت، باي ريدوكسال فوسفيت. الان if you want to add another nucleotide، لو انت بدك تضيف نيوكليوتيدا ثانيه، شايفين الاو اتشز هذه يا اخواننا المحترمين؟ شايفينها. بدك تجيب نيوكليوتيدا، النيوكليوتيدا تحتوي على ثلاث مجموعات فوسفيت في الفايف برايم تبعتها، حتجيب النيوكليوتيدا تحتوي على ثلاث مجموعات فوسفيت، الثلاث مجموعات فوسفيت تنتين منهم راح يتكسروا واستخدمهم لطاقه لايش؟ لربط فوسفو داي ايستر بوند، تمام. اما الفوسفيت الثالثه راح اربطها مع الاو اتشز بايش؟ بفوسفو داي ايستر بوند، تمام. طب لو بدك تضيف كمان نيوكليوتيدا حتلاقي في عندي او اتشز، والنيوكليوتيدا اللي انت بدك تضيفها، اللي انت بدك تضيفها تحتوي على ثلاث مجموعات فوسفيت وهكذا. فلاحظ النيوكليوتيدا الاصليه تحتوي على او اتشز، لكن النيوكليوتيدا اللي انت بدك تضيفها تحتوي على ثلاث مجموعات فوسفيت، تمام تمام. الان يا اخواننا المحترمين قلنا انا الدي ان اي بوليميريز ما بيقدر يعمل هذه العمليه، عمليه ايش؟ عمليه البلمره، عمليه اضافه النيوكليوتيدات، الا اذا كان في عندي ايش؟ برايمر، الا فيك اذا كان عندي ار ان اي برايمر. الان يا اخواننا المحترمين في البروكار في الايوكاريوت، يعني في الانسان، في الانسان في الانسان في الانسان في عندي بوليميريز الفا. اعيد يا اخواننا، الدي ان اي بوليميريز له اقسام عديده، له اقسام عديده. فمثلا في انا عندي دي ان اي بوليميريز الابسيلون والدي ان اي بوليميريز الدلتا، هذول مسؤولين على عمليه البلمره اي اضافه النيوكليوتيدات.
انا في عندي اخواننا بوليميريز الفا، بوليميريز الفا. اما البوليميريز الفا ما هو وظيفته؟ يلا، بوليميريز الفا هو نفسه الار ان اي برايميز، يعني هو اللي راح يضيف البرايمر. يعني لو واحد قال لي مين اللي راح يضيف البرايمر، مين اللي راح يضيف الار ان اي برايمر، حتقول لي بوليميريز الفا. بوليميريز الفا يا اخواننا المحترمين، سواء قلت لي ار ان اي برايميز، برايميز، او قلت لي دي ان اي برايميز، او قلت لي بوليميريز الفا، بوليميريز الفا، كله نفس الاسامي. اعيد اعيد، لو قلت لي بوليميريز الفا او دي ان اي برايميز او ار ان اي برايميز، كله نفس الاسم. طيب الان البوليميريز الفا ماذا يفعل؟ البوليميريز الفا ماذا يفعل؟ يفعل انه اول اشي بيضيف من 8 الى 12 نيوكليوتيدا بس من نوع ار ان اي. طب ايش فرق ار؟ يا اخوانا لما انا بقول من نوع ار ان اي يعني ديوكسي نيوكليوتايد تراي فوسفيت ولا نيوكليوتايد تراي فوسفيت؟ لا، بدي اقول نيوكليوتايد، ما انا من نوع ار ان اي يعني مش منقوص الاكسجين. اعيد، البوليميريز الفا يا اخواننا المحترمين، ها البوليميريز الفا بيضيف من 8 الى 12 نيوكليوتايد من نوع ار ان اي، قصدي من نوع ار ان اي، يعني في الكربونه الثانيه من السكر تحتوي على او اتشز، الكربونه الثانيه من السكر تحتوي ماذا؟ على او اتشز. اوكي اوكي، الان بعد ما يضيف 12 بيز بير، الان يا اخواننا المحترمين بعد كده ايضا بده يضيف 20 نيوكليوتايد بس من نوع ديوكسي، 20 نيوكليوتايد بس من نوع ديوكسي، بس من نوع ديوكسي، قصده من نوع ديوكسي يعني من نوع دي ان اي. تمام تمام. الان اذا بوليميريز الفا له شقين، شق بده يضيف من 8 الى 12 نيوكليوتايد من نوع ار ان اي، وشق بده يضيف 20 نيوكليوتايد من نوع دي ان اي، هذا بسميه البرايمر. فبالتالي الذي يضيف الار ان اي برايمر بسميه ابريم 1 ابريم 2، يعني في عندي ها ابريم 1 وابريم 2، لبريم 1 وبريم 2 بدهم يضيفوا ال 12 نيوكليوتايد بس من نوع ار ان اي، يعني ممكن يكون فيها يوريدين، بتكون فيها مثلا ثايميدين مونو فوسفيت، بيكون فيها، مش ديوكسي. لا، بعد كده اللي بده يعمل عملية إيلونجيشن لعشرين نيوكليوتايد من نوع ديوكسي اللي هو بول A1 بول A2، إذن بول A1 and بول A2. تمام، بعد كده بيجي بوليميريز إبسلون أو بوليميريز دلتا بيعملوا لي عملية ماذا؟ الإيلونجيشن، عملية الإيلونجيشن. أوكي أوكي يا أخواننا. طب أنا الآن، أنا بعد ما سويت عملية الإيلونجيشن، مش أنا البرايمر لازم أقصه؟ ما هو انا بنفع في في الدي ان اي، بنفع في الدي ان اي يكون مثلا يوريدين، مثلا ثايميدين مونوفوسفيت، يوريدين مونوفوسفيت، يوريدين بنفع يو؟ لا، فانا لازم اقص الار ان اي. من الذي يقص الار ان اي؟ الذي يقص ار ان اي في عند الانسان او عند الايوكاريوت بوليميريز دلتا. فبوليميريز دلتا ايضا وظيفته في القص، بوليميريز دلتا وظيفته في ايش؟ في القص. اوكي، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا في الايوكاريوت، اما في البروكاريوت
الذي يقص البرايمر هو بوليميريز واحد. بوليميريز واحد. فالبوليميريز واحد بيقص الـ RNA برايمر وبيضع بداله DNA وبيضع بداله بـ DNA. طبعا البوليميريز 3، البوليميريز 3 في البروكاريوت يعني في البكتيريا، ما هو يا اخواننا ما تلخبطوش، لما اقول انا الفا ابسلون دلتا بيتا جاما، هذا عندي الايوكاريوت، هذا عندي الانسان مثلا، لما بدي اقول بوليميريز واحد بوليميريز اثنين بوليميريز ثلاثة، هذا عند البروكاريوت يعني البكتيريا. فالبوليميريز ثلاثة هو اللي بده يعمل عملية البلمرة وعملية الإيلونجيشن، لكن بيجي لي المسكين بقول لي أنا ما بقدر أعمل عملية الإيلونجيشن إلا إذا لقيت البرايمر. فبلاقي البرايمر، بتصنع البرايمر، بعد ما يتصنع البرايمر البوليميريز ثلاثة بيعمل عملية ريبليكيشن. أوكي أوكي. الآن يا أخواننا المحترمين، البوليميريز واحد، البوليميريز واحد بيقص البرايمر، ها بيقص، ما هو بنفعش يا اخوانا في الدي ان اي يكون موجود ار ان اي، فبيقص البرايمر وبيضع بداله دي ان اي، وبيضع بداله دي ان اي. الان يا اخوانا المحترمين، البرايمر كيف تكون؟ 5 برايم الى 3 برايم، مش هيك البرايمر تكون؟ فعملية القص لازم تكون من 5 برايم إلى 3 برايم، فعملية القص 5 برايم إلى 3 برايم. الآن البرايمر وين بيكون؟ البرايمر بيكون في بداية السلسلة، أليس كذلك؟ صحيح. بما إنه البرايمر بيكون في بداية السلسلة، إذا القص حيكون من الأطراف يعني من البداية أم من الداخل؟ لا، القص حيكون من الأطراف، بسميه إكزو إنيوكلييز. فيا أخوانا بسميه إكزو إنيوكلييز، يعني القص من الأطراف ومن 5 إلى 3، هذا للبرايمر، هذا لمين؟ للبرايمر، تمام؟ الآن يا أخوانا المحترمين، بالله عليكم بدنا نركز بس دقيقة، بالله عليكم. الآن يا أخوانا المحترمين، الآن لما أنت يكون عندك حبل مجدول زي كده، تمام؟ هاي حبل، وانت يا اخوانا تيجي تفتحه من هان، تفتح الحبل زي هيك وتشد، تشد لفوق وتشد من هان لتحت، صح؟ راح يطلع طيات في الحبل، راح يطلع ايش؟ طيات في الحبل، صح؟ انت امسك حبل وشده، تمام؟ لما طبعا يكون مجدول، امسك يعني امسك طرف وطرف وشد من هان لتحت ومن هان لفوق، راح يطلع طيات في الحبل هذا. هجيت برضو يا اخواننا نفس القصة اللي راح يصير وين؟ في الدي ان اي. الان يا اخواننا لما انا فتحت من هان، لما انا فتحت من هان ومن هان، تمام؟ الببل هان يا اخواننا راح يصير طيات، وهان راح يصير يا اخواننا المحترمين ايش؟ طيات. الان يا اخواننا المحترمين، هذه الطيات، تمام؟ بسميها سوبر كويل. إذا هذه الطيات إيش بسميها يا إخواننا؟ سوبر كويل. يا إخواننا بالله عليكم خلينا نركز كويس. الآن يا إخواننا المحترمين، في حاجة بسميها الآن يا إخواننا بالله عليكم بس بدنا نركز دقيقة عشان هذا الموضوع بلخبط بصراحة. الآن هاي الفورك، صح؟ هاي الفورك يا إخواننا، قدام الفورك، قدام الفورك شايفين بوزيتيف سوبر كويل. ايش يعني يا اخوانا بوزيتيف سوبر كويل؟ يعني عدد اللفات زاد، تخيلوا عدد اللفات زاد. فلما يكون يا اخوانا عدد اللفات زاد بسميها بوزيتيف سوبر كويل. ايش يعني بوزيتيف سوبر كويل؟ يعني عدد الطيات وعدد اللفات زاد. اكيد البوزيتيف سوبر كويل الريبليكيشن استحالة يصير، البوزيتيف سوبر كويل الريبليكيشن استحالة ايش يصير. اوكي طيب، الان يا اخوانا المحترمين، الان هالحين انت هاد هلقيت هاي الفورك، صح؟ قدام الفورك قلت حيكون انا عندي ماذا؟ بوزيتيف سوبر كويل. هاي الفورك، هاي الشوكة، قدام الشوكة بوزيتيف سوبر كويل، تمام؟ طيب ورا الشوكة شايفين يا اخواننا ورا الشوكة ايش صار؟ صار عدد الطيات قل، عدد الطيات قل، بسميها نيجاتيف سوبر كويل. More relax، more relax، يعني الـ DNA كيف يعني؟ إنه عدد، يعني مثلا
وين الحبل؟ الآن يا أخواننا كان طبيعي طبيعي الحبل كده صح؟ تمام. فأنت لما فصلت الحبلين عن بعض، لما كانوا حبلين فوق بعض مشدودين وانت حاولت تفصلهم، تمام، هذا بتطلعها لفوق وهذا بتنزلها لتحت، هاي الفورك صح؟ قدام الفورك كان عندي بوزيتيف سوبر كول، يعني الطيات، يعني الحبلين التفوا حول بعضهم البعض بشكل كبير. لكن هجيتي هاي الفورك، قلنا هاي الفورك قدام الفورك عرفنا، طيب بيهايند الفورك يعني هيك ورا الفورك، بيهايند الفورك شايفين بسميها نيجاتيف سوبر كويل. ايش يعني نيجاتيف سوبر كويل؟ يعني يعني الطيات قل، عدد الطيات قل، بسميها ايش؟ نيجاتيف، هدول نيجاتيف سوبر كويل. فالنيجاتيف سوبر كويل عنده بسوي الريبليكيشن، عنده ايش؟ بسوي ريبليكيشن، يعني هذا بسميه دي ان اي ريلاكس وطبيعي. هيك مور تنشن او بوزيتيف سوبر كويل، هيك ريس ليس ريلاكس، ريس ريلاكس او نيجاتيف سوبر كويل. قدام ها قدام الفورك مصطلح بسميه داون، داون ورا، هلقيت يعني داون يعني قدام، هاي الفورك قدامها كده داون، هاي الفورك قدامها كده داون، هاي الفورك قدامها كده داون. طيب ورا الفورك، ورا الفورك بسميها اب. اذا كلمة اب معناتها ورا، اعيد، كلمة داون معناتها قدام، وكلمة اب معناتها ايش؟ ورا. تمام. اذا الفورك هيها اتجاه الفورك كده صح؟ اتجاه الفورك كده، يعني اتجاه السحب كده. تمام. اذا هاد بسميه بوزيتيف او داون سوبر كويل، وهاد بسميه يا اخواننا نيجاتيف سوبر كويل، يعني عدد الطيات قل. تمام تمام. الان يا اخواننا المحترمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. نيجي الان نقرا احنا ايش اخذنا يا اخواننا المحترمين. بيقول لي to be copy الـ DNA، to be copy لازم الـ DNA helix يصير له unwinded، يعني يفتح الـ DNA لازم يفتح، والفتح لازم أعمل breaking للهيدروجين بوند. breaking لمين؟ للهيدروجين بوند. وإحنا عارفين الهيدروجين بوند between النيتروجينوس بيز. الإنزيم الذي يعمل تكسير للهيدروجين بوند هو الهيليكيز، فالذي يعمل unwinding هو الهيليكيز. الهيليكيز يحتاج إلى طاقة، يحتاج إلى طاقة، فتكسير الرابطة الهيدروجينية تحتاج إلى إيش؟ طاقة. تمام. الآن البابل، البابل الدائرة هذه عبارة عن two replication fork، هاي fork وهاي إيش؟ fork، two replication fork. أنا لما فتحت السلسلتين عن بعضهم البعض، أنا كده عملت يعني ممكن يرجعوا يرتبطوا مع بعضهم البعض، أو ممكن النيوكليوزوم يكسر النيوكليوتايد، وبالتالي في عندي بايندينج بروتين. ما معنى بايندينج بروتين؟ يعني بروتين بيعمل عملية بايندينج أي ارتباط. طيب بيعمل ارتباط لمين؟ لسينجل استراند دي ان اي. لاحظ هذه صارت سينجل استراند دي ان اي، وهذه صارت سينجل استراند دي ان اي، فهذا البروتين بسميه سينجل استراند دي ان اي بايندينج ايش؟ بروتين الذي يرتبط بالسينجل استراند سواء في البروكاريوت او في الايوكاريوت. الان لماذا يعمل هذه العملية؟ عشان امنع الري اسوسيشن او الري انيل، اعادة الارتباط، او كمان 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 عشان يا اخواننا احمي بروتكت الدي ان اي من الديجراديشن. من ايش؟ الديجراديشن باي النيوكليوزوم. قلنا يا اخواننا لما الدي ان اي يتفرفط هذا عرضة انه يصير له ديجراديشن من النيوكليوزوم، وفرقنا ما الفرق بين الديجراديشن وما الفرق بين الدي ناتوريشن. الان يا اخواننا as the two strand في عندي double helix are separated، في عندي يا اخواننا بروبلم، عندي ايش؟ بروبلم. هذه البروبلم اول واحدة بسميها positive super coil، positive super coil. البositive super coil زي ما قلنا positive super coil، positive super coil بتكون ahead of fork replication.
تمام. ايش يعني اهيد؟ يعني قدام. يعني ايش قدام؟ امام، امام او فرونت. تمام، هذا بسميه اوفر وايدنج. ايش يعني اوفر وايدنج؟ يعني نتيجه الاوفر وايدنج. تمام، نتيجه يعني نتيجه الشد بشكل كبير، بده يعمل لي بوزيتيف سوبر كويل. تمام تمام. الان النيجاتيف سوبر كويل بيكون بيهايند الفورك. اذا النيجاتيف سوبر كويل قلنا ايش؟ هذا، هذا بيهايند ايش؟ الفورك، خلف الفورك. هاي الفورك، هاي الفورك خلفه نيجاتيف سوبر كويل. هاي مثلا الفورك، قدامه بوزيتيف سوبر كويل، وخلفه نيجاتيف سوبر كويل. يا اخوانا انا بعرف اتجاه الفورك حسب، يعني مثلا هاي الفورك اكيد الاتجاه كده. تمام، الان اكيوموليشن البوزيتيف سوبر كويل، تمام، سوبر كويل ويذ فاردر انوايدنج اوف دبل هيليكس. لما بدي انا اعمل، اظني اعمل انوايدنج، انوايدنج للدبل هيليكس، راح يصير يعمل لي انا ايش؟ بوزيتيف سوبر كويل. تمام، الان شايفين يا اخواننا لما انا بقول داون استريم، داون استريم يعني بوزيتيف سوبر كويل. يا اخوانا معنى داون يعني اهيد، يعني قدام، قدام. فبقول داون استريم يعني قدام الفورك، داون استريم. تمام، داون يعني قدام. تمام، الان اللوكال انوايدنج كان كوز اوفر وايدنج، يعني بيسوي ايش؟ اوفر وايدنج يعني يعني افراط في اللف او سوبر كول. يعني اما بسميها اوفر وايدنج، ها اوفر وايدنج، او بسميها سوبر كول، نفس الاسم، نفس الاسم. اذا اوفر وايدنج او سوبر كويل نفس الاسم. الان اما ابستريم، يا اخوانا انا قلت ابستريم، اب يعني خلف، اب يعني خلف. طب لما يكون ابستريم يعني نيجاتيف سوبر كويل، او داون استريم، داون يعني لقدام، داون يعني بوزيتيف سوبر كويل. تمام تمام. الان اللي راح يلغي لي هدول الاشي اللي هو الدي ان اي توبو ايزوميريز، وبالتالي التوبو ايزوميريز هو اللي راح يلغي السوبر كويل، اللي راح يلغي الاوفر وايدنج. اوكي تمام. الان طب ايش بيسوي التوبو؟ التوبو ايزوميريز، ايزوميريز يعني انزيم. تمام، راح يعمل كرييت ترانسينت بريك. يعني يا اخواننا التوبو ايزوميريز راح يكسر الروابط بشكل ترانسينت، يعني بشكل ترانسينت اي بشكل تيمبوراري، اي بشكل مؤقت، راح يكسر الروابط بشكل مؤقت بتوين النيوكليوتايد. تمام تمام. ليش يعمل كده؟ عشان يا اخواننا يعمل للدي ان اي ان كويل. تمام، ان يعني بشكل مؤقت يخلي الدي ان اي ان كويل، بعدها يا اخواننا يعمل ري انيلينج، يعني يرجع الدي ان اي للشكل الاصلي عن طريق ري انيلينج للنيوكليوتايد. اللي بدي اعرفه انه التوبو ايزوميريز بكسر الروابط بشكل ترانزيانت اي بشكل مؤقت، وبالتالي الدي ان اي بيصير ان كويل. بعد ما الدي ان اي يتظبط، بعدها بعد ما الدي ان اي يتظبط بيرجع تاني التوبو ايزوميريز يلزق للنيوكليوتايد تاني مره. تمام، بيعمل ري انيلينج او ري اسوسيشن. اوكي تمام. في انا عندي يا اخوانا توبو ايزوميريز 1 وتوبو ايزوميريز 2. والله يا اخوانا التوبو ايزوميريز 1 شغال على سنجل ستراند، واحد يعني سنجل، سنجل يعني 1. طيب توبو ايزوميريز 2 شغال على دبل استراند، دبل استراند. يا اخواننا تقريبا جميع الانزيمات اللي احنا تو اخذناها، انه الهيليكيز وعمليه الربط وعمليه الكسر والدي ان اي بوليميريز والار ان اي برايميز والبوليميريز الفا والبوليميريز بيتا والمش عارف ايش، كله يا اخواننا بيحتاج الى طاقه ما عدا التوبو ايزوميريز 1. يا اخوانا التوبو ايزوميريز 1 لا يحتاج الى طاقه. طيب التوبو ايزوميريز 2 يحتاج الى طاقه، صحيح. اذا التوبو ايزوميريز 1 لا يحتاج الى طاقه، التوبو ايزوميريز 1
بيشتغل على سنجل ستراند، يعني بكسر بيعمل ابريك لسنجل ستراند، اما توبو ايزوميريز 2 بيعمل ابريك للدبل ستراند. الان بالله عليكم يا اخواننا المحترمين ركزوا شويه، في انا عندي توبو ايزوميريز 2 وتوبو ايزوميريز 1. يا اخوانا التوبو ايزوميريز 1 بيحب الدي ان اي الاصلي اللي هو بسميه ريلاكس دي ان اي كويل. اعيد، التوبو ايزوميريز 1 بيحب اللي ريلاكس دي ان اي كويل، يعني الدي ان اي الاصلي. الدي ان اي ايش الاصلي؟ وبالتالي لما يكون عندي بوزيتيف سوبر كويل او تنسد سوبر كويل، اذا بوزيتيف سوبر كويل تمام، او بقول داون ستريم بوزيتيف سوبر كويل، التوبو ايزوميريز 1 بيحول هذا البوزيتيف سوبر كويل للريلاكس فورم اللي هو دي ان اي الاصلي. تمام. لما يكون ايضا نيجاتيف سوبر كويل برضه التوبو ايزوميريز 1 بيحول النيجاتيف سوبر كويل الى الريلاكس فورم، يعني الدي ان اي الاصلي. وبالتالي التوبو ايزوميريز 1 بيحب الدي ان اي الاصلي، فبيحول البوزيتيف الى دي ان اي اصلي، وبيحول النيجاتيف الى ايش؟ الدي ان اي الاصلي. تمام. شايفين يا اخوانا ايش الفرق بين النيجاتيف سوبر كويل وبين الدي ان اي الاصلي؟ الدي ان اي الاصلي كان مثلا عدد اللفات 1 2 3 4 5، لكن هنا بس عدد اللفات 2، فصار مور ريلاكس. تمام. اما البوزيتيف سوبر كويل شايفين قديش يا اخوانا عدد اللفات، فصار ملولو حول بعضه البعض بشكل كبير جدا. تمام. التوبو ايزوميريز 2 بيحب النيجاتيف سوبر كويل فقط. التوبو ايزوميريز 2 بيحب النيجاتيف سوبر كويل فقط، وبالتالي فبيحول الريلاكس دي ان اي الى نيجاتيف سوبر كويل. وبالتالي لما انا بسوي عملية ريبليكيشن، الريلاكس دي ان اي حيتحول الى بوزيتيف سوبر كويل. تمام. بيجي التوبو ايزوميريز 1 بيحول البوزيتيف سوبر كويل الى ريلاكس دي ان اي. تمام. الان بيجي التوبو ايزوميريز 2 بيحول الريلاكس دي ان اي الى نيجاتيف سوبر كويل. لما يحولوا الى نيجاتيف سوبر كويل، هذا يسمح للبوليميريز للدي ان اي بوليميريز انه يضيف للنيوكليوتايد بشكل سهل جدا. تمام. طيب انا بعد ما ضفت وبعد ما خلصت وخلص الدي ان اي بوليميريز شغله، بيجي التوبو ايزوميريز 1 بيحول النيجاتيف سوبر كويل الى الريلاكس دي ان اي الاصلي، الى الريلاكس دي ان اي ايش الاصلي. وبالتالي يا اخواننا لاحظوا كان التوبو ايزوميريز 1 كان له نايف سايد وكلو سايد. نايف سايد يعني جهة قطع، كلو سايد يعني جهة تلزيق. كيف؟ شايفين التوبو ايزوميريز 1 كان يقطع الروابط اللي هان عشان يتحول الى ريلاكس دي ان اي، الى ريلاكس دي ان اي. فالنيجاتيف البوزيتيف سوبر كويل بيجي عليه التوبو ايزوميريز 1 وبيقطع الروابط، فبيقطع الروابط من نايف بارت، من الجزء اللي بقص. تمام. الان ايضا بروح للنيجاتيف سوبر كويل، ايضا بروح للنيجاتيف سوبر كويل وبربط الروابط، اي بيعمل ليجيشن او بيعمل تلزيق للروابط عشان يحاولوا للريلاكس فورم. اعيد، التوبو ايزوميريز 1 له شق بقص وشق بلزق. الشق البقص حيحول البوزيتيف سوبر كويل الى الريلاكس فورم، الشق البقص حيحول النيجاتيف سوبر كويل الى الريلاكس فورم. تمام. وهاي قصته على هذا الاشي. تمام. الان يا اخواننا المحترمين هاي شايفين التوبو ايزوميريز 1 له كليف 1 ستراند، يعني طبعا بقص 1 ستراند من الدبل هيليكس وليس 2 ستراند. التوبو ايزوميريز 1 له كاتنج ستراند، اي يعني بيعمل عملية كات وبيعمل عملية ريسيلينج يعني إعادة تكوين، يعني تلزيق.
ممكن تقول لي تلزيق الروابط، ممكن تقول لي إعادة تكوين الروابط اللي بدك إياه، لكن كاتينج يعني قص الروابط، وبيقدر يعمل أيضا إعادة تكوين الروابط. وأخذنا لا يحتاج إلى طاقة، لا يحتاج إلى طاقة، لا يحتاج إلى طاقة. في بقوله إنه الطاقة الذي يستخدمها هي الطاقة الناتجة عن التكسير الفوسفوداي إيستر بوند، هي الطاقة الناتجة عن تكسير الفوسفوداي إيستر بوند، تمام؟ عشان كده هو لا يحتاج إلى طاقة. ما هو يا إخوانا لما يعمل تلزيق للروابط يحتاج إلى طاقة، تمام؟ فقالوا هذه الطاقة الناتجة من البداية، من إنه ما هو يا إخوانا لما بده يعمل ري سيلينج بده طاقة، يعني لما بده يكون الروابط بده طاقة، فقالوا هذه الطاقة الناتجة عن تكسير الروابط من الأصل، تمام؟ يعني سواء بدك تحفظ هذه الجملة، يعني بدك تحفظ إنه أهم إشي التوبو أيزوميريز 1 لا يحتاج إلى طاقة، لا يحتاج إلى طاقة. فقالوا الطاقة اللي هو بس لا يحتاج إلى طاقة بشكل ظاهري، لكن هم قالوا إنه لما كسر الفوسفوداي إيستر بوند نتيجة التكسير نتج طاقة، فالتوبو أيزوميريز احتفظ في هذه الطاقة، لما احتفظت في هذه الطاقة لما رجع عمل ري سيلينج للروابط فرز، يعني عمل ريليز لهذه الطاقة وعمل ري سيلينج لإيش؟ للروابط، تمام؟ الآن فالتوبو أيزوميريز 1 إيش بحب؟ الريلاكس. طبعا يا أخوانا بدنا نعرف شغلة مهمة جدا، جميع البروكاريوت تحتوي بوزيتيف سوبر كويل ونيجاتيف سوبر كويل، ما عدا الإي كولاي بكتيريا. الإي كولاي بكتيريا لا تحتوي إلا على نيجاتيف سوبر كويل. أعيد، جميع البروكاريوت تحتوي على بوزيتيف سوبر كويل ونيجاتيف سوبر كويل، ما عدا الإي كولاي بكتيريا اللي هي موجودة طبعا في الانتستين الموجودة في جسمنا، تمام؟ تمام. الآن يا أخواننا المحترمين التوبو أيزوميريز 1 بيعمل ريلاكس للنيجاتيف سوبر كويل اللي موجودة في الإي كولاي. إذن أعيد، التوبو أيزوميريز 1 بيعمل عملية ريلاكس، يعني يعمل هذا الشكل، يعني إيش بيسوي؟ النيجاتيف سوبر كويل بيعمل له بيحوله إلى الريلاكس. وين هذا؟ في الإيكولاي. طب إيش يعني ريلاكس؟ يعني فيور تيرن أوف هيليكس، يعني فيور تيرن، شايفين هنا بس عندي دورتين، يعني بس عندي تو تيرن، لكن شايفين في الريلاكس فورم 1 2 3 4، في الريلاكس فورم 4 تيرن، تمام؟ لكن في الـ النيجاتيف سوبر كويل فقط 2 تيرن، تمام؟ اما التوبو ايزوميريز 1 في البروكاريوت او في الايوكاريوت، طبعا البروكاريوت ما عدا الايكولاي، بيحول النيجاتيف سوبر كويل الى الريلاكس فورم، او البوزيتيف سوبر كويل ايضا الى الريلاكس فورم. فاذا بيعمل ريلاكس لمين؟ للنيجاتيف سوبر كويل وللبوزيتيف سوبر كويل. والله النيجاتيف سوبر كويل له فيور تيرن، والبوزيتيف سوبر كويل له مور تيرن، مور تيرن طبعا دان الريلاكس دي ان اي، تمام؟ اذا البروكاريوت لها بوزيتيف سوبر كويل ونيجاتيف سوبر كويل اللي بده يعدل هذه العمليه التوبو ايزوميريز 1، والإيوكاريوت نفس الإشي، ما عدا في الإيكولاي. الإيكولاي لا تحتوي إلا على نيجاتيف سوبر كويل. فهمنا يا أخواننا؟ أتمنى نكون فاهمين الموضوع. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. الآن يا أخواننا التوبو أيزوميريز 2 بيقول لي باين تايدلي إلى الدبل ستراند، إذن بيرتبط في الدبل ستراند. بيرتبط إيش؟ في الدبل ستراند. ما إحنا قلنا 2 يعني دبل ستراند، يعني بيقص في الدبل ستراند. وهو يا اخوانا ايش بيقول لي؟ ترانسينت بريك ان بوث ستراند. احنا عارفين بيقص في البوث ستراند، بس ايش ترانسينت؟ ايش يعني ترانسينت؟ ما هو يا اخوانا لما توبو ايزوميريز 2 يقص الريلاكس فورم ويحوله ل نيجاتيف سوبر كويل، هذا ترانسينت، يعني قص temporary. gas temporary يعني راح يرجع يتكون الى ريلاكس فورم، راح يرجع النيجاتيف سوبر كويل يتكون الى ريلاكس فورم باي توبو ايزوميريز 1. هاي قصده يعني بترانسينت
cut. Transient إيش cut. طبعاً because في both strand. تمام. طبعا يا اخواننا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. طبعا بعد ما يا اخواننا يقص وكذا بيعمل ريسيل للبريك, بصير ريسيل للبريك. ما علينا, طبعا هنا بوث نيجاتيف وبوزيتيف سوبر كويل كان بي ريليف باي اي تي بي ريكوايرينج بروسيس. ما احنا قلنا يا اخواننا التوبو ايزوميريز 2 بيحتاج الى طاقه, التوبو ايزوميريز بيحتاج الى ايش؟ طاقة. وانتو عارفين الكلام هذا, كل الانزيمات تقوله تحتاج الى طاقة ما عدا توبو ايزوميريز 1. لحتى الان ما عدا توبو ايزوميريز 1. تمام؟ تمام. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. يا اخواننا المحترمين ما تتلخبطوا, في توبو ايزوميريز 2 بس موجود في البكتيريا فسميته دي ان اي جايريز بس. بس طبعا في البكتيريا وفي البلانت. اذا الدي ان اي جايريز, الدي ان اي جايريز عباره عن توبو ايزوميريز 1, اسف 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 اسف, توبو ايزوميريز 2. سامحوني بالله عليكم يا اخواننا, سامحوني بالله عليكم. انا الجايريز عباره عن توبو ايزوميريز 2 موجود في البكتيريا وفي البلانت. اعيد, لما يجي لك دي ان اي جايريز تروح تنخض وتخاف ليش يا اخواننا؟ لا, حتقول لي هو عباره عن توبو ايزوميريز 2 موجود وين؟ في البكتيريا وفي البلانت, بس كده بس كده. طبعا يا اخواننا طبعا عشان موجود في البكتيريا يعني سيركيولار دي ان اي وكذا وبالدود اي تي بي يعني نفس الان يا اخواننا احنا قلنا ايش وظيفه التوبو ايزوميريز 2؟ هي نفس وظيفة الجايريز, يعني نفس الوظيفة بس اللهم الاسم بيختلف. إذا الاسم في البكتيريا وفي البلانت وفي النباتات للتوبو ايزوميريز 2 اسمه الجايريز. طب ايش بيسوي يا اخواننا؟ بيعمل نيجاتيف سوبر كويل, بيعمل انتروديوس يعني بيقدم النيجاتيف سوبر كويل طبعا عشانه في البكتيريا سيركيولار دي ان اي. إذا يعني البكتيريا مش هي سيركيولار دي ان اي, فهو بيسوي نيجاتيف سوبر كويل في السيركيولار دي ان اي باستخدام طاقه, باستخدام ايش؟ هيدروليسيز اوف اي تي بي. خلصنا, سهله, هيدروليسيز اوف اي تي بي. طب ليش انا في ايش بحتاج النيجاتيف سوبر كويل؟ ما هو يا اخواننا النيجاتيف سوبر كويل فاسيليت الريبليكيشن اوف دي ان اي. ما هو يا اخواننا المحترمين بالله عليكم, لما انا بدي اعمل تضاعف, مين احسن اعمل تضاعف لهذا ولا لهذا ولا لهذا؟ لا, لهذا اسهل واحد, لهذا صح. دغري بدي اجيب دغري المتمم 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 المتمم, عند هذا حتغلب شوي, بعديها المتمم 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 المتمم, بس عند هذا حتغلب. لكن هنا المتمم المتمم عند هذا حتغلب, المتمم المتمم عند هذا حتغلب, هان حتغلب بالمره. اذا البوزيتيف سوبر كويل بروبلم بشكل فظيع انه انا حتغلب. تمام. اذا النيجاتيف سوبر كويل عشان يعمل ايش؟ فاسيليت الريبليكيشن. تمام. وايضا يا اخواننا النيجاتيف سوبر كويل بيعمل نيوترالايز يعني يعادل يعني لا البوزيتيف سوبر كويل في انتروديوس ديورينج اوبن اوف دبل هيليكس. تمام. اذا انا ليش بحتاج النيجاتيف سوبر كويل؟ بحتاج النيجاتيف سوبر كويل لحاجتين, عشان يسهل عملية الريبليكيشن وعشان يعمل النيوترالايز يعني يعادل البوزيتيف سوبر كويل. طبعا في الدبل ستراند, في الدبل ستراند يعني في الإنسان, لما يقول لي في السيركيولار ستراند يعني في البكتيريا. تمام. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. وأيضا يا أخواننا الترانسيانت استران سيباريشن مش بس في الريبليكيشن, أيضا في الترانسكريبشن, يعني عملية فصل التو استراند عن بعض مش بس في الريبليكيشن, أيضا في الترانسكريبشن. مو أصلا أنا كيف بدي أعمل الترانسكريبشن والتو استراند ملزقين في بعض؟ مش لازم أعمل عملية سيباريشن, عملية فصل. طبعا الترانسيانت يعني temporary يعني مؤقت. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يا اخواننا هاد اخذناها زي ما احنا قلنا دائما. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الان يا اخواننا المحترمين, لما انا واحد يكون عنده كانسر, لما واحد يا اخواننا يكون عنده سرطان, مش السرطان
انقسام للخلايا بشكل فظيع وبشكل سريع وبشكل كبير. فانا لما امنع عمليه الريبليكيشن للدي ان اي، فانا بمنع عمليه انقسام الخلايا السرطانيه. صحيح صحيح. الان يا اخواننا المحترمين اطلع لهذا الدواء، هذا الدواء اسمه ايورينو تيكان وتوبو تيكان. يا اخوان انت احفظ تي كان كان. لما انت اول ما تشوف تي كان سواء ايرينو تيكان او توبو تيكان او اي اشي، بس تقول لي تيكان بيعمل انهيبيشن للتوبو ايزوميريز 1، بيعمل انهيبيشن للتوبو ايزوميريز 1. فلما يعمل انهيبيشن للتوبو ايزوميريز 1 تمام، فلما يصير انا عندي عمليه ان وايدنج حيتحول الى بوزيتيف سوبر كويل. البوزيتيف سوبر كويل مش راح يقدر يرجع للريلاكس دي ان اي، للدي ان اي الاصلي، الدي ان اي الطبيعي. ليش؟ عشان اللي كان يرجع البوزيتيف سوبر كويل الى الدي ان اي الاصلي اللي هو توبو ايزوميريز 1. فالتي كان هذا او الايرينو تي كان او التوبو كي تي كان بيعمل انهيبيشن للتوبو ايزوميريز 1، فمش راح يقدر يرجع البوزيتيف سوبر كويل. واحنا عارفين البوزيتيف سوبر كويل استحاله عمليه الريبليكيشن تصير، استحاله عمليه الريبليكيشن تصير، وبالتالي انت مش راح يصير عندك ريبليكيشن، وبالتالي انت انهيبيشن للخلايا، وبالتالي هذا بيستخدم ضد الكانسر سيل. ايضا حتى لو صار نيجاتيف سوبر كويل، نيجاتيف سوبر كويل حتى لو صار نيجاتيف سوبر كويل عن طريق التوبو ايزوميريز 2، عمل لي نيجاتيف سوبر كويل تمام. النيجاتيف سوبر كويل يا اخوانا طبعا وصار عملية ريبليكيشن، مش انا بعد الريبليكيشن بدي ارجع الدي ان اي للاصلي، بدي ارجع الدي ان اي للاصلي عن طريق التوبو ايزوميريز 1، فانت مش راح تقدر ترجع الدي ان اي للاصلي. فحتى لو صارت عملية الريبليكيشن مش راح تقدر ترجع الدي ان اي للاصلي، وبالتالي هذا الدواء الايرينو تيكان والتوبو تيكان بيستخدم للانتي كانسر تمام، ضد الكانسر تمام. الان ايضا في ادويه من نوع البوسايد اللي هو ايتوبوسايد او اسم الاول ايتوبوزايد او تيني بوسايد، تيني بوسايد بوسايد. او طبعا خلينا بس اول دوايين، الاول دوايين بيعملوا انهيبيشن للتوبو ايزوميريز 2. طيب انا يا اخوانا كان التوبو ايزوميريز 2 يحول الريلاكس الى نيجاتيف سوبر كويل، ولما يحوله الى نيجاتيف سوبر كويل عشان يصير عمليه الريبليكيشن، فانا اذا ما تحول الى نيجاتيف سوبر كويل يعني مش راح يصير عمليه الريبليكيشن، مش راح يصير عمليه الريبليكيشن، وبالتالي الايتو بوسايد والتيني بوسايد رح يقللوا عملية الريبليكيشن، ايضا بيستخدم للانتي كانسر. في برضو دواء من نوع لكوينولون، لكوينولونز لكوينولونز خاص نص للبكتيريا. اعيد، لكوينولونز دايما يستخدم ضد البكتيريا في الغالب، الكوينولون يستخدم ضد البكتيريا. طيب الكوينولون يا اخواننا، الكوينولون من يعني من عائلة الفلوكساسين اللي هو كبرو فلوكساسين، كبرو فلوكساسين. الان الكوينولون والكبرو فلوكساسين بسميه انتي بكتيريال، انتي شايفين انتي بكتيريال، انتي بكتيريال يعني ضد البكتيريا، انه نفس العملية انه يمنع، بيعمل انهيبيشن للتوبو ايزوميريز 2 وبالتالي انهيبيشن للبكتيريال دي ان اي ريبليكيشن، وبالتالي سوف تموت البكتيريا. قل لي كوينولونز او كبرو فلوكساسين. الان يا اخواننا المحترمين بدكم تعرفوا شغلة مهمة جدا جدا جدا، ما هي؟ انه هدول الادوية وخاصة الكينولون أو كل الأدوية تمام، كل الأدوية ممنوع منعا باتا تعطيها لثلاث أنواع من الأشخاص، في التينيجر وفي البريجنانسي وفي الإمبريو. طبعا يعني في البريجنانسي خلص، في البريجنانسي ليش؟ الآن
الفيميل بريجنانسي، المرأة وهي حامل مش في بطنها بيبي جنين، الجنين يا اخوانا سوف ينمو، الجنين سوف ينمو. فانت لما تيجي تعطي لها هدول الأدوية، هدول الأدوية رح يمنعوا نمو الجنين، وبالتالي ممكن الجنين ينزل يعني متشوه. التينيجر المراهقين، ما هو يا اخوانا في فترة المراهقة تمام، برضو يعني الجسم سوف ينمو بشكل كبير، وبالتالي ممكن هدول الأدوية تمنع نمو الإنسان. خاصة يا اخوانا دايما الكوينولون، انا ليش بقول الكوينولون؟ عشان يا اخوانا يعني المرأة وهي حامل صعب اعطيها علاج للكانسر، او التينيجر يعني بدي يكون عنده كانسر، بس دايما دايما مثلا تصاب بالبكتيريا، فممكن يجي الدكتور والله هذا مريض بكتيريا، اعطي له كوينولون او كيبروفلاكسين، تعطي له كيبروفلاكسين الاصل يحبط الريبليكيشن تبع البكتيريا، لكن له سايد افكت انه ممكن يحبط الريبليكيشن تبعت خلايا الانسان، وبالتالي يمنع نمو التينيجر او البيبي في البريجنانسي. تمام، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. كيبروفلاكسين من نوع الكوينولون. تمام، الآن يا أخواننا المحترمين، إحنا قلنا DNA polymerase DNA polymerase cannot initiation synthesis، ما بيقدر هو يبدأ. تمام، ما بيقدر هو إيش يبدأ، غير إنه بده التيمبليت تبع الDNA، غير انه بده كذا بده كمان البرايمر، والبرايمر هو شورت RNA، في الغالب شورت RNA، وفي بعض الحالات DNA شورت DNA، بس البرايمر في الغالب شورت RNA. الDNA بوليميريز بعد ما يلاقي البرايمر حيعمل عملية ايش، إيلونجيشن. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. وبالتالي الDNA بوليميريز cannot initiate synthesis without البرايمر. البرايمر يحتوي على 3 برايم او اتشز، 3 برايم او اتشز، البرايمر يحتوي على ايش، 3 برايم او اتشز. البرايمر عبارة عن شورت بيسز اوف ار ان اي، شورت بيسز اوف ار ان اي، مرات بيكون دي ان اي وين، في الريبير بروسيس، في الريبير، في الريبير. تمام، الان ال RNA برايميز، ال RNA برايميز بيضيف من 8 الى 12 بيز بير، بس ايش، RNA البيز بير بدها تكون RNA، طبعا بكون في البروكاريوت وفي الايوكاريوت. تمام، كل هذا بفضل ربنا اخذناه. طبعا يا اخواننا ال 3 هلقيتي، ان احنا قلنا ال RNA برايمر يحتوي على 3 برايم او اتشز، 3 برايم ايش، او اتشز. بتيجي يا اخواننا بعد البرايمر بتيجي حاجه بسميها الديوكسي نيوكليوتايد تراي فوسفيت، ديوكسي نيوكليوتايد تراي فوسفيت، هذه انا الدي ان اي بوليميريز راح يضيفها للسلسله الدي ان اي. اذا ديوكسي نيوكليوتايد تراي فوسفيت بواسطه الدي ان اي بوليميريز، فراح يضيفها للدي ان اي، بس راح تخسر، بدل ما تصير تري فوسفيت راح تصير مونو فوسفيت، فمن 3 صارت 1، من تري فوسفيت صارت مونو فوسفيت، فانا خسرت 2 فوسفيت، 2 فوسفيت يعني بايرو فوسفيت، 2 فوسفيت يعني ماذا، 2 فوسفيت يعني بايرو فوسفيت، والديوكسي نيوكليوتايد تراي فوسفيت راح تتحول الى ديوكسي نيوكليوتايد مونو فوسفيت ان دي ان اي، يعني في داخل الدي ان اي. طبعا ريكوايرد انرجي، الانرجي عشان يتكون فوسفوداي ايستر بوند، طبعا النيو ستراند تتكون من 5 برايم الى 3 برايم، طبعا راح تكون كومبليمنتري وانتي باراليل لمين، للتيمبليت ستراند، كومبليمنتري اند انتي باراليل. الان يا اخواننا المحترمين بالله عليكم ركزوا، مش انا قلت هذه الفورك، هذه ايش الفورك، لما انا يا اخواننا بدي انسخ لداخل الفورك في فرق لما بدي انسخ لخارج الفورك. هل قلت يا اخواننا المحترمين هالحين انا عندي من 3 إلى 5 صحيح، هذا الدي ان اي التيمبلت اي الاصلي، فانا لما بدي انسخ حبدا من عندي 3 وحكون 5 ل 3، حكون 5 لمين، ل 3. تمام،
أعيد، هنا عندي 3 وهنا عندي 5. لما بدي أجي أنسخ حاجة أنسخ 5 وأكون إيش لثلاثة، 5 لإيش لثلاثة. فيا إخواننا المحترمين الآن فلاحظ أنا عندي هنا 3 وأنا عندي هنا ماذا 5. فلما أنا بدي أنسخ حنسخ كده، حنسخ إيش كده يعني هرجيتي. إذا يا إخواننا هاي الفورك وهاي نضفت البرايمر وهاي نضفت إيش البرايمر، في نسخ حيكون في داخل الفورك ونسخ حيكون لخارج الفورك. نسخ راح يكون في داخل الفورك ونسخ راح يكون لخارج الفورك، يعني باي دايركشن، باي ايش دايركشن. والله يا اخواننا لما يكون النسخ لداخل الفورك، لداخل الفورك بسميه ليدنج ستراند، ما بسمي ايش يعني ايش الستراند المكونه بسميها ليدنج ستراند، وبتكون كونتينيوس يعني فيش تقاطع، يعني ما بتتقطع continuous. اذا grow into the fork يعني النمو في داخل الفورك لداخل الشوكة، تمام. وراح يكون واحد فقط single RNA primer، شايفين single RNA primer، ثم صار ايش النسخ، ثم صار النسخ، تمام. لكن يا اخواننا المحترمين لما يكون النسخ لخارج الستراند، لخارج الستراند، شايفين زي هذه الحالة، هذه الحالة كيف النسخ صار؟ النسخ صار للخارج، لخارج الستراند، ايش بسميها؟ لاجينج ستراند. ايش بسميها؟ يعني هذه بسميها الستراند الناتجه بسميها لاجينج ستراند. اللاجينج ستراند مكونه من اوكازاكي فراجمنت، يعني هذه بسميها اوكازاكي فراجمنت، اوكازاكي فراجمنت. يا اخوانا كل اوكازاكي فراجمنت بدها ار ان اي برايمر، كل اوكازاكي فراجمنت بدها ار ان اي برايمر. طبعا يا اخواننا النسخ راح يكون من 5 يا اخواننا، مش النسخ، الريبليكيشن يعني عمليه التضاعف. انا قلت لكم بتزل لساني وبقول النسخ، لكن هو مش النسخ، هو الريبليكيشن. فعمليه الريبليكيشن من 5 برايم الى 3 برايم، من 5 برايم الى 3 برايم. فانا يا اخواننا كل اوكازاكي فراجمنت، كل اوكازاكي فراجمنت الها ار ان اي برايمر، الها ار ان اي برايمر. بسمي الستراند، ها شايفين ايش اسمها؟ لاجينج ستراند، لاجينج ستراند. الاوكازاكي فراجمنت تحتوي على 150 بيز بير، الاوكازاكي فراجمنت 150 بيز بير، كل اوكازاكي فراجمنت 150 بيز بير. الاوكازاكي فراجمنت بيكون عمليه الريبليكيشن اواي، اواي ايش الفورك، يعني بتكون اواي الفورك، عملية النمو، شايفين هاي الفورك، فهي بتكون away الفورك، تمام. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. الآن يا أخواننا المحترمين البوليميريز إبسلون هو المسؤول على الليدنج ستراند، البوليميريز دلتا هو المسؤول على اللاجينج ستراند، على اللاجينج ستراند. واحنا عارفين الليدنج ستراند بتكون كونتينيوس، اما اللادنج ستراند بتكون ديسكونتينيوس، شايفين هاي لاجينج ستراند، هاي ليجينج ستراند، ليدنج ستراند. الليجينج ستراند للداخل الفورك، اللاجينج ستراند اواي الفورك. كل سيجمنت بسميها اوكازاكي فراجمنت، اوكازاكي فراجمنت، اوكازاكي فراجمنت. كل اوكازاكي فراجمنت لها ار ان اي برايمر، ار ان اي برايمر، ار ان اي برايمر. الاوكازاكي فراجمنت تقريبا 146 بيز بير، 146 بيز بير. اما الليدنج سترانج سنجل، سنجل برايمر، سنجل ار ان اي برايمر. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللي بيعمل الدوبليكيشن او الريبليكيشن للليجينج ستراند اللي هو الدلتا، ولليدنج، للليدنج ستراند اللي هو الابسيلون. الان يا اخواننا المحترمين في عندي دي ان اي بوليميريز لها انواع، في عندي بوليميريز الفا، بوليميريز ابسيلون، بوليميريز دلتا، بوليميريز بيتا، بوليميريز جاما. يا اخواننا شايفين جاما، جا ما فيها ام، عشان فيها ام بتكون في الميتوكوندريال دي ان اي. يا اخواننا الدي ان اي موجود في مكانين، اما في النيوكليوس في النواه، واما في الميتوكوندريا.
البوليميريز جاما مسؤول على الدي ان اي اللي موجود في الميتوكوندريا، وبيعمل ريبير للدي ان اي اللي موجود في الميتوكوندريا، وبيعمل برو فيدنج للدي ان اي الموجود في الميتوكوندريا. هذا بوليميريز جاما. بوليميريز دلتا، بوليميريز دلتا بيعمل دي ان اي ريبيلينج، دي ان اي ريبير، يعني لو صار انا عندي خطا راح يعمل دي ان اي ريبير. تمام، احنا قلنا البوليميريز دلتا ريموف الار ان اي برايمر، هو راح يشيل الار ان اي برايمر، صحيح؟ صحيح. وارض البوليميريز دلتا وابسلون هم اللي راح يعملوا لي الريبليكيشن، لكن الابسلون راح يعمل لي ريبليكيشن للليجنج، للليدنج، اسف الابسلون راح يعمل لي بوليميريشن للليدنج، والدلتا بوليميريشن للاجنج. تمام، وايضا كلاهما لهم برو فيدنج. ايش يعني برو فيدنج؟ راح ناخذها بس نصطبر شويه. تمام اما البوليميريز الفا، البوليميريز الفا له شغلتين، له شق بيعمل ار ان اي برايميز، يعني بيضيف البرايمر، اللي بيضيف البرايمر عن طريق بريم 1 وبريم 2، وبعد ما يضيف البرايمر له شق بيعمل بوليميريز، فبيضيف 20 نيوكليوتايد بس من نوع ديوكسي، من نوع ديوكسي يعني من نوع دي ان اي، عن طريق بول اي 1 وبول اي 2. تمام اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اما البوليميريز في البروكاريوت، في البروكاريوت يعني عند البكتيريا، في عندي بوليميريز 3، بوليميريز 1، بوليميريز 2. يا اخواننا البوليميريز 2 مسؤول على الريبير، مسؤول على ايش؟ الريبير. فالبوليميريز 2 في البكتيريا للريبير، البوليميريز 1 للبكتيريا هو اللي راح يشيل البرايمر، هو اللي راح يشيل البرايمر، وهو اللي راح يضع بدل البرايمر دي ان اي، هو اللي راح يضع بدل البرايمر دي ان اي. اما بوليميريز 3، بوليميريز 3 مسؤول على الريبليكيشن، مسؤول على ايش؟ الريبليكيشن. تمام الان يا اخواننا البوليميريز 3، البوليميريز 1، البوليميريز 2، ايضا الثلاثة، يعني الثلاثة بوليميريز هدول مسؤولين على برو فيدنج. ايش يعني برو فيدنج؟ برو فيدنج يعني عملية قص بس اكزو نيوكلييز. يعني اعيد، انا عندي يا اخواننا لو انا عندي في نيوكليوتيدة فيها خلل بدي اقصها، بدي اعمل لها قص عن طريق حاجتين، اما اكزو نيوكلييز واما اندو نيوكلييز. والله يا اخواننا لو كانت الخلل في الطرف، لو كان الخلل في الطرف سواء في اخر الدي ان اي، يعني مثلا هاي الدي ان اي، سواء الخلل كان هان يعني في الطرف او هان في الطرف، بسميه وبدي اشيلها اكزو نيوكلييز. لكن لو كان الخلل في النص بسميها اندو نيوكلييز. تمام، لو بدي اشيلها. فالبرو فيدنج عملية قص بس اكزو نيوكلييز، البرو فيدنج قص بس، ها شايفين ايش مكتوب هنا؟ القص راح يكون اكزو نيوكلييز من الاطراف. تمام الان يا اخواننا المحترمين، البرايمر ايش تكون؟ انا لما انا كونت البرايمر انا كونته من 5 برايم الى 3 برايم، فلما بدي اقص البرايمر لازم اقصه من 5 برايم، ها لازم اقصه من 5 برايم الى 3 برايم. فانا البوليميريز واحد هو المسؤول على قص البرايمر، فبقص البرايمر من 5 برايم الى 3 برايم عن طريق اكزو نيوكلييز، وبرضه برجع بحط دي ان اي بدال هذا البرايمر اللي انقص. تمام البوليميريز ثلاثة هو اللي راح يعمل عملية ريبليكيشن. تمام، يعني هو اللي راح يعمل عملية البلمرة، بوليميريزيشن. لكن أيضا له خاصية البروفيدنج يعني القص، خاصية القص البروفيدنج يعني خاصية ماذا؟ القص. لكن البوليميريز ثلاثة بيقص من 3 إلى 5 إكزونيوكلييز،
وليس من 5 لـ3، يعني هو بقص من 3 لـ5، يعني إله شغل البرو فيدنج بس من 3 لـ5، من 3 لـ5. الذي يقص من 5 لـ3 هو البوليميريز 1، لكن البوليميريز 3 يقص من 3 لـ5. من بوليميريز 3 بيقص من 3 لـ5 اكزو انيوكلييز، تمام؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الان يا اخواننا المحترمين، احنا قلنا الدي ان اي بوليميريز لا يشتغل الا اذا كان البرايمر. انا هنا صنعت البرايمر، هنا انا ماذا صنعت البرايمر عبر ار ان اي برايميز، او ممكن تقول لي بوليميريز الفا عند الايوكاريوت. البرايمر يتصنع في البوليميريز الفا عند الايوكاريوت، صحيح؟ تمام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. المهم يا اخواننا، انا صنعت البرايمر، بعد ما صنعت البرايمر حيجي الدي ان اي بوليميريز يعمل عمليه البلمره في البرايمر. طبعا حيعمل عمليه البلمره عن طريق انه راح يعمل كرييت للفوسفوداي ايستر بوند. البرايمر يحتوي على 3 هيدروكسيل جروب، والنيوكليوتايد اللي انا بدي اضيفه، اللي انا بدي طبعا 3 برايم، يعني الهيدروكسيل جروب موجوده في الكربون رقم 3، هذا وين موجود في البرايمر. لكن النيوكليوتايد اللي انا بدي اضيفه، اللي انا بدي اضيفه في الفايف برايم تحتوي على فوسفيت جروب، في الفايف برايم تحتوي على فوسفيت جروب. الان النيوكليوتايد اللي انا بدي اضيفه، النيوكليوتايد اللي انا بدي اضيفه هي عباره عن ديوكسي النيوكليوتايد تراي فوسفيت، يعني ديوكسي ايجوانوزين تراي فوسفيت، ديوكسي سايتيدين تراي فوسفيت، ديوكسي ادينوسين تراي فوسفيت، ديوكسي ثايميدين تراي فوسفيت. الان يا اخواننا، انا عشان اكون فوسفوداي ايستر بوند بحتاج الى انرجي. هذه الانرجي اللي انا بحتاجها ناتجه عن ابريك تبعت الهاي انرجي تبعت يعني انا من وين انا بدي احتاج الانرجي؟ هلقيت مش هنا في عباره عن تراي فوسفيت تراي فوسفيت تراي فوسفيت تراي فوسفيت، انا بدي اكسر التراي فوسفيت واحولها الى مونو فوسفيت. اذا الانرجي اللي انا بحتاجها هي للبريك تكسير، هي ناتجه عن البريك تبعت الهاير انرجي تبعت الفوسفيت اللي هي النيوكليوتايد تراي فوسفيت لتراي فوسفيت، فبكسرها. ف النيوكليوتايد تراي فوسفيت تتحول الى نيوكليوتايد مونوفوسفيت وبترتبط في الدي ان اي عن طريق الدي ان اي بوليميريز وبيعطيني البايريدوكسال فوسفيت، تمام؟ طبعا اضافه النيوكليوتايد بتكون كومبليمنتري الجي سي والاي تي والعكس صحيح. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. طبعا يا اخواننا، عمليه الريبليكيشن بتكون من 5 برايم الى 3 برايم، تمام؟ الآن لكن بدنا نفرق بين عملية الإضافة وعملية القراءة. يا إخواننا، أنا الدي إن إيه بوليميريز بيقرأ من 3 برايم إلى 5 برايم، القراية كده. لكن عملية الريبليكيشن بتصير من 5 برايم إلى 3 برايم، وبالتالي عملية الريدنج، طبعا الدي إن إيه بوليميريز كيف بيقرأ؟ من 3 برايم إلى 5 برايم، هيك بيقرأ. بيسوي الريبليكيشن عملية التضاعف من 5 برايم إلى 3 برايم، وبالتالي عملية القراءة من 3 إلى 5، وعملية الإضافة بتصير من 5 لـ3، فهمنا؟ الآن بيقول لي on one strand البوليميريز بيعمل عملية continuous، بيكون الدايركشن on replication fork، أي باتجاه الريبليكيشن بسميها leading strand. لكن لما يكون lagging strand يعني الريبليكيشن away the fork، تمام؟ وأيضا من 5 برايم إلى 3 برايم، عملية الريبليكيشن من 5 برايم إلى 3 برايم، لكن عملية القراءة من 3 برايم إلى 5 برايم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبيكون discontinuous لما يكون away from the fork، بيكون discontinuous. طبعا وفي بيكون انا عندي الاوكازاكي فراجمنت، والاوكازاكي تقريبا 150 بيز بير. الاوكازاكي ايش فراجمنت يا اخواننا المحترمين؟ انا هادي ايش بدي اسوي؟ شايفين هادي بدي اوصلها مع هادي،
ايش بدي اسوي؟ بدي اشيل البرايمر هاد وباللايجيز اوصلهم مع بعض، تمام؟ الاوكازاكي فراجمنت جوين توجذر باي دي ان اي لايجيز. اعيد، الاوكازاكي فراجمنت جوين توجذر بيرتبطوا مع بعضهم البعض باي دي ان اي لايجيز، باي دي ان اي ايش؟ لايجيز. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الذي، ها يا اخواننا بالله عليكم ركزوا، بالله عليكم ركزوا، الذي يقص البرايمر في الايوكاريوت بسميه بوليميريز دلتا. فالبوليميريز دلتا يا اخواننا المحترمين، شايفين البوليميريز دلتا بقص البرايمر وبضع بدل البرايمر دي ان اي. اذا البوليميريز دلتا، شايفين هذا البرايمر، بيجي البوليميريز دلتا بشيله، طبعا انا عند الانسان بشيله وبحط بداله دي ان اي. مين بيعمل هذه العمليه؟ البوليميريز دلتا. اذا بشيل البرايمر وبضع بداله دي ان اي، لكن بمساعده ار ان ايز اتش. الار ان ايز يعني رايبو نيوكلييز، اعيد، ار يعني رايبو، ان نيوك، ايز يعني نيوكلييز، تمام، اتش. اذا طبعا ايز يعني انزيم، اذا رايبو نيوكلييز اتش راح يساعد دي ان اي بوليميريز دلتا انه يقص البرايمر. طيب عملية قص البرايمر كيف بتنقص؟ بنقص من 5 برايم إلى 3 برايم. عملية قص البرايمر من 5 برايم إلى 3 برايم، والبرايمر بيكون على الطرف، يعني بنقص عن طريق الإكزو نيوكلييز. شايفين يا أخواننا 5 برايم إكزو نيوكلييز بنقص. إذا في الإيوكاريوت الار ان ايز اتش مع الدي ان اي بوليميريز دلتا بيقص البرايمر، بيقص البرايمر، لكن الدي ان اي بوليميريز دلتا غير انه بقص البرايمر ايضا فيل ان ذا جاب، يعني بيملي الجاب. ما هو انت لما تقص البرايمر حيصير فراغ، حيصير جاب، فاللي راح يملي هذا الجاب الدي ان اي بوليميريز دلتا، دلتا دلتا. اوكي اوكي. في البروكاريوت يا اخواننا المحترمين، في البروكاريوت اللي راح يقص البرايمر ويعوض بداله دي ان اي بوليميريز واحد، وبالتالي الدي ان اي بوليميريز واحد راح يقص البرايمر، ريموف برايمر، تمام، طبعا راح يقص 5 اكزونيوكلييز، يعني من 5 ل 3، 5 اكزونيوكلييز يعني راح يقص من 5 ل 3 اكزونيوكلييز يعني من الطرف، وراح يملي الجاب عن طريق دي ان اي بوليميريز ايضا واحد. الدي ان اي بوليميريز واحد راح يملي الجاب، فبدل RNA راح اكون DNA. طيب طب ايش بخصوص الاوكازاكي فراجمنت؟ ايش بخصوص الاوكازاكي فراجمنت؟ انا يا اخوانا في الاوكازاكي فراجمنت شلت البرايمر، اوكي، انا يا اخوانا في الاوكازاكي فراجمنت شلت البرايمر، طبعا انت بتشيل البرايمر عن طريق DNA بوليميريز دلتا، شلت البرايمر وحطيت بدالها DNA، تمام، يعني هان صار دي ان اي وهيني بدي لونه باللون الاخضر، يعني انا عندي صار دي ان اي. فبيجي اللايجيز بربط هذه الشقه بهذه الشقه، فهمنا؟ بيجي اللايجيز بربط هن في بعض، بربط هن ايش؟ في بعض، تمام. فالذي بربط هن في بعض الدي ان اي لايجيز، تمام، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فاللايجيز بيكون فوسفوداي ايستر بوند بتوين، طبعا يا اخوانا عشان يربطن في بعض لازم يكون فوسفوداي ايستر بوند بتوين الدي ان اي فراجمنت عن طريق دي ان اي لايجيز. الان الدي ان اي لايجيز في البروكاريوت بيستخدم الاي تي بي كطاقه، في الايوك اسف الدي ان اي لايجيز، الدي ان اي لايجيز في الايوكاريوت، في الايوكاريوت بيستخدم الاي تي بي كطاقه. اعيد، الدي ان اي لايجيز راح يكون الدي ان اي لايجيز فوسفوداي ايستر بوند عشان عشان يعمل وصله للفراجمنت توجذر، تمام تمام. بده طاقه، مش بده يكون فوسفوداي ايستر بوند، يحتاج الى طاقه، فالاي تي بي كطاقه في الايوكاريوت، اما في البروكاريوت بيستخدم الناد اتش، الناد اتش بيستخدمها في البروكاريوت.
الـ ATP بيستخدمها في الـ إيوكاريوت، هذا الـ DNA ligase. مثلاً هان كان أنا عندي OH وهان فوسفيت جروب، فيجي الـ DNA ligase يكون فوسفو داي إيستر بون، يحتاج إلى طاقة في الـ إيوكاريوت ATP وفي الـ بروكاريوت ناد أتشز. لكن يا أخواننا المحترمين شايفين يعني نفس الاشي خلص، ما بدنا نضلنا نعيد ونزيد في الفوسفو داي ايستر بوند، انه الاو اتش مع الفوسفيت جروب بتكون لي فوسفو داي ايستر بوند. طبعا يا اخواننا الستراند اللي راح تتكون بسميها سيمي كونزيرفاتيف. ليش سيمي كونزيرفاتيف؟ هلقيت هاي يا اخواننا التيمبلت اوف دي ان اي، هلقيت هاد الدي ان اي الاصليه، هاد الدي ان اي الاصليه، فالدي ان اي الاصليه عملت لي دوتر دي ان اي، الدي ان اي الاصليه عملت لي دوتر دي ان اي، فسميت هذا سيمي كونزرفاتيف. سيمي كونزرفاتيف عشان واحد من الاصلي وواحد ايش اللي تكون جديد، واحد الاصلي فالسيمي كونزرفاتيف مين؟ انه الدوتر موليكيول، انه الدوتر موليكيول استراند واحد منهن عن طريق البيرنت دي ان اي، والستراند الاخر عن طريق سينثيسايز دي ان اي، يعني الستراند اللي انا صنعتها. واحنا عارفين الدي ان اي ريبليكيشن باي دايركشنال، يعني واحد هيك وواحد هيك، ها واحد راح يصير هيك وواحد راح يصير هيك، طبعا في الريبليكيشن فباي دايركشنال. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وهذا الجدول يا اخواننا بيلخص كل شيء. يا اخواننا بدنا نميز بوليميريز إبسلون وبوليميريز دلتا. البوليميريز إبسلون هو الذي راح يضيف النيوكليوتايد في الليدنج ستراند، البوليميريز دلتا هو الذي راح يضيف النيوكليوتايد في اللاجنج ستراند. لكن البوليميريز دلتا ايضا له خاصية انه هو راح يشيل البرايمر سواء في اللاجنج او في الليدنج، راح يشيل البرايمر وراح يضع بداله دي ان اي. البوليميريز جاما ما ما يعني هو شغله على الميتوكوندريا اللي موجود في الدي ان اي بروفيدنج او ريبير او ريبير. البوليميريز بيتا شغله ريبير، البوليميريز بيتا شغله ريبير. البوليميريز الفا له شغلتين، راح يضيف البرايمر بعد ما راح يضيف البرايمر على شكل ار ان اي، بعد ما راح يضيف البرايمر راح يضيف ايضا 20 نيوكليوتايد بس من نوع دي ان اي. تمام، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وفي عندي بوليميريز 3، بوليميريز 1، بوليميريز 2 في البروكاريوت، في البروكاريوت. تمام، بهيك بكون خلصنا باذن الله عز وجل للشق الاول. الآن يا أخواننا المحترمين، بس قبل ما أنهي بالله عليك استحملوني، كيف أنا بدي أشيل البرايمر؟ مش أنا قلت البوليميريز واحد في البروكاريوت بيشيل البرايمر، والبوليميريز دلتا في الإيوكاريوت بيشيل البرايمر. طبعا بيشيل البرايمر من 5 إلى 3 عبر إكزونيوكلييز أكتيفيتي، طبعا رح يستخدم RNAs H صح؟ تمام. وانا بعد ما اشيل البرايمر راح اضع بداله دي ان اي، راح اضع بداله ايش يا اخواننا؟ دي ان اي. تمام، طبعا يا اخوان انا كيف بدي اشيل البرايمر؟ كيف بدي اشيل البرايمر؟ بدي اشيل البرايمر انه انا يا اخواننا بدي اعمل له ديسبليس، اعمل له ايش؟ ديسبليس في الفايف اند برايمر انتو اس اس ار ان اي فلاب. تمام، بعدها بدي اقصه. اسمعوا، خلي هذا الموضوع باذن الله عز وجل، ولا خلينا نخلصه. هلقيتي البوليميريز دلتا يا اخواننا، البوليميريز دلتا ايش بيسوي؟ بروح على البرايمر وبخليه يطير، بروح على البرايمر وبخليه كانه قطعه طايره، شايفين كانه قطعه طايره. هاي البرايمر فالار ان اي بوليميريز راح عليه وخلاه كانه قطعه طايره، كانه ايش؟ قطعه طايره، عمل له ديسبليسمنت ازاحه، فصار كأنه قطعة طائرة في الهواء. بعد ما صار كأنه قطعة طائرة في الهواء، تمام، أجا الاندونيوكلييز واحد وقصه من هنا،
قصوا من جوا، لما قصوا من جوا سميتها اندو نيوكلييز، اندو نيوكلييز يعني قصوا من جوا، تمام. وبعد ما قصوا من جوا اجا اللايجيز ولزق، تمام. اذا لما خلاه قطعه طايره صارت اس اس ار ان اي افلاب، افلاب يعني قطعه طايره، تمام. واجا الاندو نيوكلييز واحد وقص هذه الافلاب من جوا من هان، تمام تمام. بعد كده البوليميريز تلتا شال الار ان اي وحط بداله دي ان اي، تمام تمام. وبرضو يا اخواننا انت غير هذه الطريقه ممكن ايش تسوي يا اخواننا؟ ممكن تعمل كوتينج للفلاب هذه، تعمل لها ايش؟ كوتينج. فهنا ايش بيقول لي؟ يعني تغطيها. ايش يعني كوتينج؟ يعني تلبس لها معطف، كوتينج، تعمل كوتينج لهذه الفلاب. لما تعمل لها كوتينج حيجي الدي ان اي 2 نيوكلييز، يعني نيوكلييز 2 ويقصها. حيجي النيوكلييز 2، ها شايفين هنا الدي ان اي النيوكلييز 2 وايش وقصها، بعديها راح يجي اللايجيز ويعني ايش يلحم، يجي اللايجيز وايش يا اخواننا يلحم. يعني الطريقتين، الطريقه الاولانيه انه انت لما تعملي لها فلاب يجي اندو نيوكلييز واحد ويقص، الطريقه الثانيه انت تعملي لها كوتينج ويجي الدي ان اي 2 النيوكلييز ويقص، تمام تمام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بهيك بإذن الله عز وجل خلصنا الشق هذا. إن شاء الله عز وجل المرة الثانية رح ناخد التيلوميريز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.